للممثلين السلبيين. الممثلين السلبيين هم قسمين. الممثلين السلبيين، هنا الإيجابي ما عندك مشكلة، هذا اللي موفقه ودل على الطريق الصواب. هم قسمين، الممثلين السلبيين مجموعة، هذا اللي أعطاهم من عقل معقولياتهم، والله لو تعطيه وتقول له ما تغيره جاهل، عقله العقل الفهم المنطق عنده، هذا هو اللي انت تشوفه خطأ وشوفه صح، لو طريقه غاوي نحسب انه متجه. هذا عرفه، هذا فهمه، هذه معلومه قدره الهيه، هذه معقوليته. انت تنقده وهو لا، ما هو ما يقدر انه ينقد، هذا نوعيه وهذا ما فيه طب. النوعيه الثانيه لا، هو يدري انه مخطئ بس يقول ابي جمهور ومتابعين، ابي متابعين ما مستعان، هو عاقل يدري هذا النوعيه، هذا لا، هذا هو اللي ينفع فيها العلم. ولانه ليش؟ لانه يعرف وش هو، يعرف انه عنده خطا يعرفه، لكن يقول والله انا اسوي هذا وانزل للمستوى هذا واسوي بعض الحركات هذه ابي عشان المتابعين يكثروا، ما هو بغوي يعني. هذا اثمه اكبر. اي هذا طال عمرك يداري عن وش يسوي، لكن في واحد على مستواه معلومته مهما تقول له مهما هذا عرفه. احنا الان لو طرح موضوع وجاء فيها الراي، ما كل واحد الحين منا يدري برايه، تمام؟ كل واحد ينظر من زاويته ونظريته كانت في باله صحيحه، بس يجينا واحد يجيب راي مقفل الجهات كلها، نتفق كلنا معه، حتى لو ان كل الناس مقترحين راي اول وراي ما هو بغلط، بس جاني ابو فيصل جاب لي راي مسكت تمام، اي والله صح كلام ابو فيصل صح. يعني هذا هالناس معقولياتها بهالطريقه. الحلول، اذا قلنا الحل ونبحث عن الحلول، ما فيه اكثر من تذكرة الموت، كفى بالموت واعظ. غيره ما يرد على الانسان، ما يرد على الانسان ولا نردع طموحاتنا وين هي جامح تنبنا، لكن اللي ذكرته وعرف مصيره انه مثل ما قال ابو فهد، تخيل قال قلت انك حط نفسك انك مت، هذا ها لو تخيلها حقيقي، تخيل هذا الشيء والله يتغير كل شيء. والله لو واحد يجي له عند دكتور ولا سد ويفضيلها الدكتور بسر انك تراك ما تأدي لك وقت 24 ساعه ولا الوقت الفلاني، يقول انت حالتك وصلت لهالدرجه، ها ان اول يمكن اول ما يسوي له جواله، يمكن اول نقطه هنا جواله يمسح شيء في جواله، ايه حذفه، ها شفتوا كيف يعني. فالانسان الله يهدي من يشاء، يفتح الله على قلوب الناس، اللهم ويفتح عليهم بفتح مبين، اللهم الانسان يجهل لكن الله سبحانه وتعالى يرد في، الله يجعلنا وانتم من المهتدين. ابو علي رايك في هذا المشكله اللي طرحناها، وش عندك من حل؟ الحل اللي خلني